أعلن مصدر حكومي بريطاني تأجيل مجلس العموم التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كانت الخطة التي طرحتها رئيسة الوزراء تريزا ماي ووافق عليها الاتحاد الأوروبي في 25 من نوفمبر قد لاقت معارضة واسعة داخل مجلس العموم. يأتي التأجيل بعد ساعات من قرار محكمة العدل الأوروبية بأحقية بريطانيا في التراجع عن خروجها من الاتحاد الأوروبي ولو كان بشكل أحادي. كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أعربوا عن أملهم في أن يوافق مجلس العموم البريطاني على اتفاق خروج بلادهم من الاتحاد خلال اجتماع لهم، وقد اعتبر الوزراء الأوروبيون أن الاتفاق يعد الأفضل وأن الموافقة عليه ستكون شيئا جيدا بحسب التعبير الوارد عنهم.